برضو عن كره اليد، ولسه هنكمل مع كره اليد وكابتن مروه عيد اللي فعلا مشرفانا جدا جدا جدا. بتكسب مع نادي نيس في نهائي الكاس، بتكسب نادي بريست نهائي الدوري. نادي بريست كسبته كام؟ 27-23. نادي بريست كان وصيف النسخه اللي فاتت من الدوري نكسبها نادي ميتس. مروه تالقت في الماتش وسجلت 6 اهداف، كانت مؤثره جدا جدا دفاعيا وهجوميا. فعلا تجربه مهمه جدا 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 لنجمتنا الكبيره كابتن مروه عيد اللي بتعشق النادي الاهلي، وفعلا انا بوجه لها كل الشكر والتحيه لانها فعلا واجهه مشرفه جدا لسيدات مصر وبنات مصر. ومعانا دلوقتي على التليفون كابتن مروه عيد من فرنسا. كابتن مروه مساء الخير. كابتن خالد ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه وكل مشاهدينك طيبين، وكل جماهير النادي الاهلي بخير يا رب. كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم عليكي، ودايما بالخير والسعاده كده. بس قولي لي قبل ما نروح بقى في الرياضه، بتعملي ايه في رمضان فرنسا لوحدك؟ هنا اصحابك وماما والعيله واخواتك وكده، لكن هنا في فرنسا قاعده لوحدك، قولي لي اول يوم رمضان عملتي ايه؟ والله يا كابتن الدنيا كانت صعبه جدا. اول يوم رمضان كنت راجعه من السفر، لان كان عندنا ماتش قبل نهائي الدوري، فكنت راجعه من السفر طبعا، فقعدت في البيت اليوم كله يعني. يمكن الحمد لله مدرب متفاهم شويه ان الموضوع احنا بنصوم وكده، فبتمرن فتره واحده بس بعد الظهر، ما بتمرنش الصبح. طبعا رمضان مختلف جدا، انت عارف رمضان بالذات في مصر وخصوصا في القاهره او في سيدة زينب بالذات طبعا، المكان اللي انا بسكن فيه، فرمضان مختلف خالص هنا، يكاد يكون ما فيش رمضان اصلا يعني. لا، رمضان بره مصر يكاد يكون مش موجود يعني. مش هسيبك. قولي لي رمضان في فرنسا بتقضيه ازاي مع نفسك لوحدك والاجواء في مصر؟ انا عارف ان انت تحبي تروحي السيده والحسين وتحبي تتمشي مع الناس وتسهري سهرات رمضانيه وبتروحي دورات كره قدم، عارف عنك كتير، لكن ازاي بتقضيه؟ بتعملي اكلك ازاي يا مروه؟ فعلا عايز اعرف اول يوم الاحساس عندك شكله ازاي؟ والله كابتن هو اول يوم كان صعب جدا، انت عارف دايما الواحد متعود في مصر دايما تبقى لمه الناس، لمه الصحاب ولمه العيله، وبالذات عندنا كمان احنا في البيت في اول يوم رمضان طبعا العيله كلها عندنا متلميه وكده طبعا. بس للاسف دوت ما حصلش، بس اتمنى رمضان الجاي يا رب ان شاء الله ربنا يجمعنا فيه. هنا اعتبر ان ما فيش رمضان الصراحه، انا بستنى بس بخلص تمريني واجي اعمل الفطار بتاعي واقعد استنى الاذان يذن الساعه 9 وبعدين افطر وخلاص، ده بالنسبه لي رمضان يعني. انا سمعت من 7 ل 9 حاجه كده يعني، اليوم عندك طويل زياده عن اللزوم، اطول من عندنا. من 4 العصر، من 4 الفجر 9 بالليل. الموضوع صعب جدا، موضوع صعب جدا. طب مروه خلينا بقى من رمضان واحتفالات رمضان وكلام عن رمضان، خلينا في الرياضه. بنبارك لك، بقول لك الف مليون مبروك، دايما مشرفانا، دايما بتدينا الجديد بالطموح والاصرار اللي انت موجوده فيه، التحدي الكبير اللي انت بتعمليه. مروه قولي لي اخر ماتش مع نادي بريست ايه اللي حصل وفزتوا 27-23 وتالقتي التالق اللي انا بنعرفه عنك وكل جماهير النادي بتعرفه عنك؟ الحمد لله. والله كابتن بص، واحنا وصلنا الموضوع عندنا كان بنلعب في بلاي اوف، مرحله بلاي اوف دايما بتبقى رايح جاي، فاحنا وصلنا سيمي فاينل، كنا بنلعب بريست، بس فرقه كبيره جدا جدا هنا. خسرنا الماتش الاولاني في ارضنا فرق جون 27-26، فرحنا الماتش الثاني كان في ارضهم، عندنا حماس رهيب ان احنا نكسب، بنلعب قدام صاله 4500 متفرج جوه الصاله، صاله كبيره جدا مليانه كميه جماهير غير طبيعيه. الحمد لله ربنا وفقني، الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا كلنا وقدرنا نكسب فرق 4 وقدرنا نصعد للنهائي لاول مره تحصل في تاريخ نادي نيس. فده انجاز كبير جدا يحسب لينا كلنا ويحسب للجهاز وللاداره كلها. الحمد لله يعني الواحد ما كانش فاقد الامل، لان احنا كعبين عالي على الفرقه دي جدا، لكن هم فرقه كبيره جدا عندهم لعيبه كبيره جدا ومحترفين، حتى البادجت بتاعهم اعلى من النادي عندنا بكتير جدا جدا، لكن هم اعلى بادجت في فرنسا هم وماس. لكن الحمد لله ربنا كرمنا وهنلعب ان شاء الله الفاينل قصاد ماس ان شاء الله باذن الله يوم 15 ماتش الذهاب في ارضنا وماتش العوده يوم 19 بره ارضنا ان شاء الله. هيبقى ماتش صعب جدا لان ماس وصل سيمي فاينل شامبيونز ليج فاينل فور كمان الاسبوع يوم السبت يوم الاحد هيلعبوا، فماس برضه فرقه كبيره جدا جدا كلهم منتخب فرنسا واحنا من المانيا واحنا من كرواتيا، فرقه تقيله جدا جدا. فيعني ربنا كريم يعني، احنا كان الهدف بالنسبه لنا ان احنا نوصل فاينل واحنا وصلنا، والرياضه ما فيهاش مستحيل، هنعمل اللي علينا وان شاء الله الواحد يطلع سليم يعني، الباقي كله خير ان شاء الله. مروه عيد بتقول احنا وصلنا للهدف، بس اللي انا عارفه عن مروه عيد طموحها لا ينقطع ونفسها طبعا تكون متواجده في بطوله اوروبا، وبطوله اوروبا بالنسبه لك والتشامبيونز ليج بالنسبه لك هو الامل والحلم والطموح.
قولي لي استعداداتك للمباراه اللي جايه. والله كابتن عندك حق طبعا طبعا، انا قلت لك هو الماتش هيبقى صعب جدا 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 لان هم مش اعلى مننا طبعا فنيا وبدنيا وكل حاجه، ولكن الكوره ما فيهاش مستحيله والرياضه عامه ما فيهاش مستحيل. احنا هنعمل اللي علينا ان شاء الله زي ما قلت لك، هو ده حلم وده حلم وده طموح. يمكن احنا بدانا النهارده اول يوم تمرين وهو بنحاول نحاول نركز ان شاء الله ازاي هنلعب مع عليهم وناخد محاضرات كتير جدا، وربنا كريم انت عارف. هو بس يعني هما ماتشين بالنسبه لنا هو حياه او موت، يعني هنسعى ونتعب ونعمل اللي علينا وان شاء الله النتيجه دي على ربنا ان شاء الله باذن الله. كابتن مروه عيد وهي كابتن نادي نيس بتقف قدام فرقتها هتقول لهم ايه عن المباراتين دول، المباراه اللي هي عندها الحلم الكبير اللي عايز يتحقق، بتقولي ايه لعيبتك قبل المباراتين المهمين دول؟ والله بقول لهم احنا ما فيش حاجه نختارها، يعني هم دايما الاستراس بيبقى عليهم هم مش علينا احنا. اكيد. ان هم اعلى مننا فنيا بدنيا، المفروض الى حد ما اعلى مننا حتى البادجت زي ما قلت لك اعلى مننا بكتير جدا، ولكن احنا ما فيش حاجه نختارها، ده اللي بقول فرقه يعني نلعب نستمتع نستمتع دايما واحنا بنلعب الهاند بول يا جماعه. فما فيش خوف الحمد لله، احنا اتربينا حتى في النادي الاهلي على كده. انا واحده من الناس اتربيت في النادي الاهلي على كده، ان انا ما اخافش، ان انا مهما كان المنافس اللي قدامي انا ما اخافش، انا احترمه بس ما اخافش منه. بس فده دايما اللي بحاول انقله لفرقتي وبحاول انقله لعيبتي، والحمد لله الحمد لله هم متقبلين دوت وفهموه بطريقه كويسه جدا، وربنا كريم ان شاء الله في الفاينل يعني يبقى مباراه للتاريخ، ربنا كريم. كابتن مروه عيد كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر بتنقل خبرتها جوه النادي الاهلي وبتنقل ايه عن اخبار النادي الاهلي لفرقتها اللي انا شايف كل يوم متابعه كل الالعاب، كره قدم، تنس طاوله، سباحه، كله بتتابعي كله، بتقول لهم ايه لما اشوفك على السوشيال ميديا؟ بيقولوا لك بتتكلمي عن مين؟ اكيد بتقول لهم ايه؟ بتقول لهم حاجه عن النادي الاهلي؟ طبعا هم عارفين، هم عارفين لان انا دايما في المعسكرات والحاجات بيبقى الاهلي دايما بيلعب، فانا ببقى قاعده متوتره فاهم قصدي، قاعده بتفرج. بتجيبيهم جنبك بقى يتفرجوا معاك يا مروه؟ بيبقى معايا والله قاعدين معايا والتوتر، وانا اصلا انت عارفني يعني ببقى طبعا متوتره جدا وانا بتفرج على الاهلي طبعا الكوره. فهم عارفين، هم حافظيني، عارفين دايما هتكسبوا ما تقلقش، طب جابوا جون فاهم قصدي، حتى لو النت قطع مش عارف اتفرج في حد يشوف لي من موبايله السكور عامل ايه، الاهلي عامل ايه، فهم متابعين وهم عارفين ان انا مجنونه بالاهلي، حتى كل كلامي على الفيسبوك هم دايما يقعدوا يسالوني ده عشان الاهلي صح؟ عشان الكوره صح؟ عشان الاهلي. يعني الواحد مجنون بالاهلي انت عارف. طبعا انا عارف انت مجنونه بالاهلي، بس هكلمك على المباراه امبارح ليفربول والبارسا، وطبعا انت ايه النادي الملكي ريال مدريد بتشجعيه باستماته، لكن طبعا فرحانه امبارح انت امبارح البارسا خسرت صح؟ قولي لي كان شعورك امبارح؟ والله الموضوع الصراحه الكوره ما فيهاش مستحيل. امبارح عملوا ماتش كبير جدا، ماتش كبير جدا 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 كمان، ماتش للتاريخ فعلا، الكوره ما فيهاش مستحيل خالص. كنت فرحانه طبعا، انا مش من عشاق برشلونه، انا عارف يعني مدريد اكثر. هيصي على السوشيال ميديا امبارح بقى؟ طبعا طبعا. هتقولي لي مروه الملوك انا عارف طبعا. بص يا مروه بجد بتمنى لك يعني ان شاء الله باذن الله تحققي امالك وتحققي طموحاتك، بقول لكم سنه طيبه تاني مره على رمضان، رمضان كريم عليكي، وان شاء الله باذن الله مروه باذن الله يعني عندي احساس كده ان انت هترفعي الكاس ده باذن الله. توفيق يا كابتن مروه. اللهم امين. فعلا مروه عيد واجهه مشرفه جدا للنادي الاهلي، ما عندهاش مستحيل. انا عشرت مروه كتير